يام وسميدان نوما سيمبا فتاو وافريه في خط الهجوم. هذه هي تشكيلة الفريق الغاني منتخب البلاك ستارز. دانييل افريال يلعب مع نادي اف سي زيورخ في الدوري السويسري. عند ميسيان مع باسل ايضا في سويسرا. واللاعب رقم 10 إيسا هاكو فتاو 19 سنة يلعب سبورتنج لشبونة الفريق البرتغالي. غانا البلد المعروف على مستوى المنتخب الاخرى عند الفريق الكونغولي. كرة لغانا الان من خلال محاولة لكن باك ولتصنع في سماء الكرة العالمية. اول تا يمر نوما خطير الكرة. بنت سوكا ينجح في التمرير. هذه كرة الان ديال بطل عام 74 على حساب غازل معدنة. تومانسوتو لاعبين حتى عام 90 جمهورية الكونغو الشعبية. هذه كرة قوية من خارج المنطقة. تزداد من تومانسوتو المحترف في الار دي سي الكونغو مع متهم بالكونغو. معادلة حارس في منطقة المنتخب الغاني. رفع الان منطقة الجزاء لغانا. تحضير من جانب الكرة تنقل الان مع محاولة لصالح الغانيين. مينسا هدف التقدم. كرة منطقة كونغو. هذه محاولة غنية. كرة السال الدور الأول لعب في مجموعة فيها منتخبات مصر. الوانتو مالينغا عرضية خطيرة. كرة باتجاه بين سوكا ركنية لصالح الفريق الكونغولي. كرة ترفع منطقة الجزاء للمنتخب الغاني. السارة وتحقيق ثلاث نقاط. هذه كرة ترجع المنتخبين في من أجل منتخب التصفيات بطولة انجلش بونا من مواليد 2004. كرة تحاول الكونغولي الفريق الكونغولي في هجمة خطيرة تنتهي عند الحارس وعند دانلات. شفنا الوانتو هجمة سريعة ولكن توقفت عند حامي عارين البلاك ستارز. منتخب هذه الكرة مرفوعة منطقة. النتيجة لحد الآن كرة تلعب الآن منطقة غانا. التسديد فكرة ممتازة. الاستلام والتسديد لكن تسديدة بعيدة من أوسي بي رقم 11. الوانتو محاولة الاختراق من جانب لاعب اللي ينشط في الدوري الدنماركي اللي فيها اليابان الأرجنتين إيطاليا. انسحبت كرة في البوكس. ترجع من الدفاع حاول الانطلاق. سوسو يمرر لسايكو يظل متماسك يهدف الآن فريق الغاني. نوما يتحرك. نوما من سيتولى التنفيذ. كرة تسل هنا الكرة تلعب بسرعة لكن آخر في أول مباراة للمنتخبين في هذه المجموعة. المجموعة من جانب فتاو تسرع فتاو خطير. سوسو متأخر من بونك. إثبات الذات تأكيد أحقية هذا المنتخب. خطيرة لمنتخب برازافيل خطيرة. كرة التقدم ولكن يقظة كبيرة من جانب الحارس الغاني. تلانتا أوقف إبراهيم. محاولة من خلال دانييل أفريي العودة. كرة لصالح برازافيل بينية بعيد عنكو. شوط أول لا يرضي هذا الغاني. المنسى 24 منسى والصافرة محمود ناجي طولن. إبراهيم مرر كرة في اليسار عند هذا اللقاء. هذه الكرة رقم 10 فتاو يمرر. يبوا عرضية غارت سجل غارت طولن على التقدم. الفريق الغاني يصل لمرمى المنافس. منتخب غانا يصل لشباك الكونغو. هذا هو السحر الغاني. هذا هو الفن الغاني. هذا هو الغانيون.
الآن مع انطلاق هذه البطولة ينطلق منتخبهم بهدف يسجل كرة التقدم. الفريق الغاني يعلن عن الأسبقية. المنتخب الغاني كرة مرت بين ثلاثة. انتظر المدرب تانكو هذه اللحظة. يتحرك الآن الفريق الغاني. فتاو فتاو بوال بديل بلو يلعب كورة أقصى اليسار. هنا الارتقاء والحكم. دومينيك لاعب وسط الميدان لمنتخب من فتو باتجاه يبوا يبوا معادة من هذا المونديال 2010 ودربهم أيضا. هو صانع إنجازات المنتخب الغاني. بريرا اللي فاز عند نساو 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 عشرة سو 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 يرجعها الوراء ترفع في البوكس عند الحو نساو يتقدم نساو عرضية والدفاع موجود. هذه كرة استلام والتسديد من تومان سوتو. تومان سوتو سدد الكرة من خارج المنطقة. لاعب رقم 8 اللاعب بوريل. الكونغو الان في التحضير الاستلام والتسديد لكن كرة تومان سوتو بعيدة. هو اللاعب بانديسي انساو. هنا محاولة الاختراق من العمق بينما الهجمة السريعة كرة من مسافة بعيدة اللي يأتي الهدف جول. كان ممكن يكون عالمي كان ممكن يكون هدف خرافي في ملعب الرباط. القائم القائم حرم غانا من هدف. حرم منتخب النيازك السوداء من هدف اسطوري. كان مراوغ راي على الكرة. الحارس دانلاند وقفها. شفني هذا من خلال نوما يمر بالسرعة. نوما طارت كرة عليه. فتاو يبوا يبوا يلحق بالكرة عرضية من يمكن بينما انطلاقة سريعة ثاني. الهدف الثاني للمنتخب الغاني. هدف ثاني عن طريق يبوا إيمانويل يبوا على طريق توني يبوا. هذا هو الغاني القناص. هذا هو الهداف. هذا هو القادم في سماء الكرة الأفريقية. وانت بلاك ستارز يأكد انتصار غانا. الورقة الرابعة للغانيين في الشوط الثاني. صنع الهدف الأول ويسجل الثاني يبوا. غانيين إمكانية الثالث سقوط المهاجمة والسبب. هنا نوما 24 يتقدم يضيع والمتابعة يتم إعادة الركلة. الحارس كان متقدم في المرمى. كانت بعيدة كل البوند. محمود إعادة الركلة. مينسا يضيعها ترتد والكورة مش اختار الجهة اليمنى. كان لها بالمرصاد. نوما تلقى أندار الحكم يوشها أندار. يبوا يبواب الشبكر لكل الخصوم. أن منتخب غانا سيقتل القارة السمراء في الأولمبياد القادم في باريس.